السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إصابة 5 أشخاص بينهما طفلان في انهيار جزئي لعقار بالإسكندرية، ونقول لكم الأسماء إن شاء الله. أصيب 5 أشخاص بينهم طفلان بجروح وكسور بمختلف أنحاء الجسم مساء اليوم الخميس 2/12/2021 أثر انهيار جزء أجزاء من عقار مكون من 7 طوابق بمنطقة الورديان غربي الإسكندرية. تلقت غرفة عمليات حي غرب الإسكندرية بلاغا يفيد سقوط أجزاء من عقار قديم رقم 165 شارع الأمير اللؤلؤ بمنطقة الورديان وسقوط مصابين من السكان. انتقل مسؤول الحي والقوات الحماية المدنية رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ. تبين من الفحص أن العقار مكون من 7 طوابق وسقوط سقف حجرة بالطابق السادس في على الخامس، يعني السقف بتاع الدور السادس نزلت حجرة منه على الدور الخامس. وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص وهم كل من منى السيد رياض 30 عام مصاب بكدمات شديدة بالظهر والحوض وأنس محمد محمود 3 سنوات جروح بالوجه وشقيقه محمود 5 سنوات جروح بالوجه وحنان السيد رياض 32 عام كدمات بمختلف أنحاء الجسم وعزيزة سلامة عبد ربه 60 عام كدمات بالظهر. جرى نقل المصابين 5 بواسطة سيارات الإسعاف إلى المستشفى الأمير الجامعي لتلقي العلاج اللازم ولا يوجد أي وفيات. تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة ميناء البصل وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق. الحمد لله أن هم محدش منهم توفى وربنا يشفيهم إن شاء الله ويقوموا بالسلامة. وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.